لا 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 نسي عتبان، صافا الاحوال كل شيء بخير، صح لاباس. تحياتي إليك والمشاهدين الصفحة في المغرب وفي الخارج، وتحية لجمهور الرجاء الكريم، ورمضان سعيد للجميع. تحية للسي شاهي، تبارك الله، صحفي شاب يشق طريقه، وان شاء الله من حسن حظنا انه رجاوي. نتمنى ان يكون واحد من الرجاوي في الصفحه ديال الرجاء او في الموقع ديال الرجاء، ويكون هو من الناس المنشطين ديال هذا الموقع او هذا الاذاعه، اذا كان ممكن كاع، علاش لا، مش حاجه صعيبه. فالحمد لله كاينه طاقات رجاويه اللي تقدر تفيد الفريق ديالها، ومن بينهم السي عثمان الشاهي. فمرحبا بك مره اخرى، ونبغي نطرح عليك سؤال مباشر. احنا راه عندنا مقابله جد مهمه مع الاهلي المصري في القاهره، مقابله الذهاب. هناك بعض، يعني مباشره بعد سحب القرعه، كانت بعض التخوفات من الجماهير الرجاويه على مواجهه فريق الاهلي. فسؤال مباشر اطرحه عليك اخي عثمان، هل الاهلي المصري فريق لا يقهر؟ كسؤال ثاني، هل فريق الاهلي المصري لا زال فريقا لا يقهر؟ تفضل. وبالنسبة بعد إجراء القرعة ومواجهة الرجاء، طبعا الفريق كبير، الرجاء كفريق كبير، وكذلك الأهلي كحامل لقب في النسختين الأخيرتين، طبعا كان لن نقول تخوف، ولكن حتى الجمهور المصري أو جمهور الأهلي كان يتمنى أن يتفادى فريق بشعبية جارفة كالرجاء. وبالتالي الأهلي كان يود تفادي الرجاء، الرجاء كذلك أتمنى لو يكون في مواجهة ربما فريق من أفريقيا جنوب الصحراء، نظرا للنتائج الكاسحة لفريق الرجاء ضد الفرق من أفريقيا جنوب الصحراء. صحيح أن الأهلي فريق كبير، الأهلي كذلك حامل الرقم القياسي من حيث عدد التتويجات في لقب دوري أبطال إفريقيا، فريق مجرب يضم لاعبين جيدين، يضم لاعبين دوليين يمارسون رفقة المنتخب المصري الأول، لاعبين في المنتخب التونسي على غرار معلول، لاعب دولي في منتخب مالي على غرار لاعب ديانج. وبالتالي لاعب لن نقول بوتسواني، لاعب بوتسواني، بوتسواني لاعب مدعو ميكسيوني، ميكسيوني ياك، ميكسيوني كيسوني لاعب جيد جدا، لاعب اظن من الموزمبيق، خطير لاعب خطير. ممتاز، لاعب دولي، لاعب جناح. وبالتالي اللاعب كذلك الشناوي، الحارس المجرب، الحارس الرسمي لمنتخب مصر. وبالتالي انا لا اقول تخوف، ولكن هي مواجهه صعبه للطرفين معا. هل الاهلي فريق لا يقهر؟ انا اظن هذه نوع من المبالغه من طرف الاعلام المصري، من طرف الذراع الاعلامي القوي. نعلم جميعا لان الاهلي المصري يجر وراءه ذراع اعلامي قوي من خلال قناه رسميه، من خلال صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك شعبيه جارفه للاهلي داخل الصحافه المصريه. وبالتالي نوع من، لن اقول تزييف حقائق، ولكن المبالغه والنفخ في قوه هذا الفريق. شاهدنا جميعا اخر مباراه جمعت الفريقين برسم السوبر على الاراضي القطريه، والرجاء برغم ضعف التشكيله كان في المستوى الكبير وكان منتصر في المباراه لحدود الدقائق، ولو بعض الاخطاء الفرديه سواء من اللاعب بن حليم او من الكوتشينج المدرب الغير متمرس صاحب سفر تجربه على صعيد القاره والحديث هنا على البلجيكي فيرموس. الرجاء كان الاقرب بكل واقعيه للفوز بلقب السوبر. شكرا خويا، اشكرك. كسؤال ثاني بغيت نقول لك، مثلا واش، هل تداعيات لقاء السوبر بين الفريقين هل ستلقي بظلالها على هذه المقابله؟ وأكيد كابتن يوسف، لأن الأهلي والرجاء كتاب مفتوح، الرجاء يعرف الأهلي ككف يديه، كذلك الفريق المصري يعرف فريق الرجاء، يعرف قوة الفريق المغربي من خلال تجربة مدربه رشيد طاوسي، من خلال وجود عميد مجرب كمحسن متولي، لاعبين جيدين، ويعرف أن مقابلة ثانية تنتظره أمام جمهور غفير وخطير. أكيد أكيد جدا. هناك أيضا اللاعب حميد حداد الذي له تجربة كبيرة رفقة الزمالك، لاعب هداف، لاعب يعرف جيدا كرة القدم وتضاريس كرة القدم في جمهورية مصر العربية. وبالتالي الأهلي هناك نوع من التخوف، أنا تابعت ردود الأفعال من أيام قليلة، هناك نوع من التخوف من لدن نجوم الأهلي السابقين، من لدن لاعبي كرة القدم المصرية السابقين، من خلال مجموعة من البرامج الكل يتخوف من الرجاء، وبشكل خاص من لقاء الإياب على أرضية محمد الخامس وأمام جماهير رهيبة. نعلم جميعا القوة والشعبية الجارفة لهذا الفريق المغربي الكبير الرجاء، وبالتالي مهمة الأهلي لن تكون سهلة. وبالتالي أنا أتمنى من رشيد طاوسي إعداد فريق وإعداد خطة
على غرار ما جرى امام امازولو نهج دفاعي صارم على الاعتماد على المرتدات واستغلال نقاط الضعف التي هي موجوده والتي هي كثيره جدا بشكل خاص. لاعب معلول في تراجع مستمر على المستوى البدني على المستوى التكتيكي، يترك فراغات، هناك نوع من التثاقل في عمق دفاع الفريق المصري. شاهدنا ربما الرجاء لو كانت نوع من المغامره الهجوميه في لقاء السوبر كان يسجل اكثر من هدف. نعم. سؤال ثالث اخويا استاذ الشاهين، نعرف جميعا ان فريق الاهلي المصري هو فريق عريق، فريق بألقاب وبكاريزما خاصه، فهو فريق دائما يبحث عن النجوم ويصرف اموالا طائله من اجل جلب نجوم بمبالغ كبيره، اخرها اللاعب طاو بمبلغ يتجاوز المليار سنتيم. فالسؤال الذي يطرح هو حول الفعاليه وطريقه اللعب او فلسفه اللعب عند فريق الاهلي المصري. فحنا كنا كنشوفوا كما شفنا في هذه اللقطات مثلا هادو ديال المصري البورسعيدي، فمره يميلون الى اللعب الطويل، مره يميلون الى عدم تخطي وسط الميدان واللعب تمريرات قصيره للمرور الى الهجوم، فهناك لخبطه تكتيكيه. ففي الاخير وفي النهايه، ما هي في رايك او في نظرك فلسفه الكره عند الاهلي المصري؟ وفلسفة الأهلي المصري كما سبقت الإشارة فريق كبير، فريق عريق، فريق متمرس، صاحب تتويجات عديدة، ربما من أكثر الفرق على الصعيد الدولي من حيث التتويجات على المستوى القاري. فريق الأهلي يتقاسم مع المنتخب المصري بعض سمات أو جينات كرة القدم المصرية من خلال الضغط العالي، اللعب الجماعي عفوا، الاعتماد على الكرة الثابتة والاعتماد على أخطاء الخصم. والخبط الكروي أكيد اللاعب المصري واللاعب التونسي، للأسف اللاعب المغربي يعاني بشكل كبير من نوع من السذاجة في مثل هذه المباريات. قلت أن الأهلي أيضا استفاد من عامل مهم ألا وهو وجود مدرب مجرب اسمه موسيماني، سبق له الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا رفقة ماميلودي سانداونز، مدرب تكتيكي جيد جدا، مدرب يعتمد على فريق خاص لتحليل المباريات، على إعداد بدني على الطراز العالي، ومدرب توج بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي رفقة هذا الفريق المصري. وبالتالي السؤال المطروح، هل الفريق الأهلي فعلا فريق لا يقهر؟ صحيح فريق مصري فريق مجرب، فريق كبير، فريق حامل لقب، لكن الأهلي ليس بايرن ميونخ والأهلي ليس ريال مدريد. الرجاء بإمكانه يتجاوز الأهلي إن هو تفادى الأخطاء قرب منطقة الدفاع، إن هو أحسن استغلال اللاعب الجاهز. شاهدنا ربما في حراسة المرمى اللاعب السنيسي والحارس السنيسي برقبة التجربة الكبيرة في آخر مباراة ربما بعيد عن المستوى، وبالتالي فخر على مستوى الخشبة الثلاث قد يكون الخيار الأمثل. هناك أيضا عامل مهم وجود لاعب مجرب كمحسن متولي، أظن أن تنظيم دفاعي متماسك، عدم ارتكاب أخطاء قرب منطقة عملية الرجاء، والارتداد الهجوم السريع والتحول السريع من الحالة الدفاعية الهجومية، أظن أن الرجاء قادر على توجيه ضربات مؤلمة لدفاع فريق الأهلي. كسؤال أخير أستاذ الشاهي، نلاحظ مثلا أنه ذكرت منذ قليل مسألة متابعة الفريق، أن فريق الأهلي يمكن أن يكون تابع فيديوهات عن فريق الرجاء البيضاوي بغرض دراسة طريقة لاعبيه وتكتيكه إلى آخره. ألا ترى في نظرك أنه المقابلتين الأخيرتين اللتين خاضهما فريق الرجاء البيضاوي ربما يصبون في مصلحته، ربما يصبون في اتجاه لخبطة الفريق المصري وتضبيب الرؤية أمامهم حتى لا يتبينوا ولا يروا طريقة لاعب الرجاء، لأن كانت هناك لخبطة في المقابلتين الأخيرتين، كان هناك بعض العشوائية في اللعب. ألا ترى بأن المقابلتين الأخيرين ضد قسم التادلة وضد بني ملال ربما تخدمان لمصلحة الرجاء حتى لا يتبين الخيط الأبيض من الأسود لفريق الأهلي المصري؟ تفضل خويا. أنا أتفق معك تمام الاتفاق كابتن يوسف، لأن الأهلي إن اعتمد على الفيديوهات، إن اعتمد على المقاطع أو مقاطع فريق الرجاء على عهد البلجيكي بيلموتس شيء، والرجاء رفقة التوصيل شيء آخر، لأن شاهدنا جميعا الرجاء رفقة المدرب التوصيل يبحث عن النتيجة أكثر ما يبحث عن الأداء.
والرجاء ربما في فترة التوصيل يلعب على الطريقة التونسية، لأن ربما هناك بعض الإشكالات بعض الثغرات، خصوصا الرجاء لا يتوفر على اللاعبين الأجانب، وسبق وقلنا في مرات عديدة. وبالتالي الرجاء الآن يمتلك شخصية على الملعب وبإمكانه تسيير المباراة كما يشاء، خصوصا أن الرجاء يكون قوي ويكون جيد جدا ومستعد ذهنيا وبدنيا في لقاءات خارج الحدود وخارج الميدان. الرجاء فاز على وفاق سطيف وهو فريق كبير فريق مجرب، وفاز على فريق امازولو الذي اقصى مازيمبي. وبالتالي الرجاء قادر ان احسن الطوسي قرأ التشكيل واعتمد على اللاعب الجاهز على تحقيق نتيجه ايجابيه جدا، سيكون حارق ورهيب على الفريق المصري. نشكرك شكرا جزيلا استاذي، وتحياتي على المشاركه ديالك، ونتمنى انك تكون معنا دائما ان شاء الله قريب منا باش ننور المتتبع الرجاوي. شكرا جزيلا لك. تحياتي لك ولجماهير الرجاء، وبإذن الله الرجاء يعود بنتيجة طيبة إن شاء للمصري. الله. إن شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا شكرا أخي شاهين، شكرا شكرا تحياتي شكرا.